ازاي؟ سياده الريس زاب مسك. احنا في نعمه وبخير، ما شفناهوش من 60 سنه ولا 80 سنه. والخير جاي اكتر، والخير جاي. يعني زي ما احنا عهدنا من فخامه الرئيس ان دايما منحاز لموضوعات الحمايه الاجتماعيه، وتحت مظلته أصحاب المعاشات، التكافل وكرامة، الإسكان الاجتماعي، السكن، السكان المنقولين من المناطق العشوائية، فدي سياسة ممنهجة لتحسين الحياة أو تحسين مستوى معيشة الطبقات أو الفئات الأولى بالرعاية، ومنهم على رأسهم أصحاب المعاشات. فالقرار بتاع فخامة الرئيس أن يتصرف المعاشات قبل العيد جاء وفقا لأن في احتياجات ومشتروات كثيرة يعني بيتم مطالبتها بيها قبل الأعياد. المفروض ان الصرف بيبدا اول يوم في الشهر، بس هو فخامته استثناء عملها يوم 25 في الشهر. وانا يعني برضو من موقعي دوت بهني زميلي العزيز سعاده اللواء جمال عوض، لان ده اول مهمه ليه، وان شاء الله مهمه موفقه ومنصوره، وبقول يعني الخير على ايده. النهارده الناس بتقبض بدري دايما، يعني يمكن تقبض يوم واحد، فاول شهر ليه يعني الناس قبضوا بدري بتوجيهات من فخامه الرئيس. لكن بحيي زميلي العزيز واتمنى له كل التوفيق يعني والنجاح، وده ان شاء الله النجاح والتطوير الهيئه يكون على ايده. يمكن بقول كمان ان في نفس الشهر هتنزل برضو تسهيلات لتحفيز الاستهلاك، فمن ضمن الموضوعات بتاع ضخ كثير من الموارد في رأس المال في الأسواق لتحفيز الاستهلاك وتحفيز الانتاج المحلي. فيمكن في الأيام القادمة هتشهد مصر غير المعاش ان هو يصرف مبكر، ايضا في زيادات في برامج الدعم النقدي بتاعت تكافل وكرامة في الفترة القادمة. من أثناء أزمة كورونا تم الصرف لأكثر من حوالي 180 ألف أسرة، بياخدوا لمدة 3 شهور وقت الأزمة الاقتصادية حتى يتم تخطيها إن شاء الله. الحياة الاقتصادية بدأت ترجع لطبيعتها، نسبة الإصابة بفيروس كورونا قلت كتير عن الأيام السابقة. يعني كنا امبارح في مجلس الوزراء وتم التنبيه على أن رجوع الحياة الاقتصادية تدريجيا، فسواء على المعاشات، على الدعم النقدي، على فرص العمل. احنا كمان نازلين بفرص عمل كثيرة في مختلف المحافظات، فموضوعات الحماية الاجتماعية كلها تحت مظلة فخامة الرئيس أعتقد شهدت طفرة في عصري ولم تنتهي، هي مستمرة. الحقيقة برضو يعني كان المبادرة بتاعت اللي بيظلها السيد رئيس مجلس الوزراء بتاع تحفيز الاستهلاك هتشهد يعني طفرة الفترة القادمة. هي مش بس تحفيز الاستهلاك، هي تشجيع المنتج المحلي، ودي دعوة صريحة للإنتاج، وعجلة الاقتصاد تمر من جديد ونمر من تلك العثرة الاقتصادية. أعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية اللي تم عملها أثناء الفترة السابقة هي عملت غطاء جيد لمصر في أثناء فترة كورونا. دول كثيرة تعثرت في هذه الفترة، الحمد لله مصر خرجت منها بسلام وحتستعيد قوتها تاني، وإن شاء الله الأيام اللي جاية تبقى مش بس تمكين اقتصادي، يبقى نهضة تنموية على إيد الشعب المصري وتحت قيادة السيد الرئيس الجمهورية.